النور نشوفكم الجمعة ونشوفكم قبل الجمعة كمان. الله يوفقكم يا رب. شكرا. ميرسي كثير لكم. شكرا لك استاذ فارس. الى اللقاء. ثانك يو. باي باي. مبروك 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 يا جوسلين. مبروك جوسلين. مبروك محمد. مبروك جوسلين. ديزاينرز عم تسمعوني؟ بدي اقول الف مبروك لجوسلين ولمحمد. ثانك يو فيري ماتش. زينه هارد لك. فيرست ران اوف ميرفت هارد لك. جود لك لكم بمهمه الاسبوع. باي باي. باي. نتيجة الإميونت شكلت خيبة أمل عند أغلبية الديزاينرز اللي كانوا بيتمنوا الأمان لمين ما كان إلا لمحمد مبارك. Him. I don't want him to stay. Like, yeah, how? If I leave before he does, I'm gonna be really mad at myself. What? I said if I leave before he does, it's gonna really piss me off. Yeah. Because imagine, I know I'm better than that. Imagine that. Huh? Imagine. Because we know we're better than that, you know. Sure. Huafie, something is wrong. Something is wrong. You know what? Even if he wins, he won't be somebody successful in my eyes. You know? Because there's no way he can be successful. He's gonna sell at Kmart because we've all seen his stuff before. هاي. أنا ساعات ما بتجنن بضحك. بوصل لمرحلة كده ما أقدرش خلاص أعمل فيها أي رياكشن تاني. وحياة الله الواحد يعني خايف على حاله وخايف على غيره. لأنه كلنا أصحاب بنحب بعض مشان هيك. كثير شعور صعب. I hate that immune thing. Yeah. It's overrated. Yeah. They should have stopped it already. حلقتنا انتهيت. كل التساؤلات، الحيرة، علامات الاستفهام وغيرها من المواضيع اللي عم بتدور بفكر المشتركين. بكرة أكيد رح نكتشف جزء كبير من نتائجها. ما تنسوا موعدنا الثابت دايماً عبر الـ LBC الأرضية والفضائية اللبنانية. باي باي. امبارح لما قالوا الإميوند، قالوا إن محمد مبارك إميوند وجوسلين، فرحنا لهم أكيد. يعني كل واحد بيتمنى يبقى اميون ده عشان يخلص من موضوع الايفال. بس يعني اتبقى مننا خمسه اللي هم انا وعبد الله وجورج وزينه وميرفت. احنا الخمسه هيطلع مننا اثنين ومني، وهيطلع مننا واحد الاسبوع ده. يعني اكيد هيطلع مننا واحد، لان اكيد هيطلع مننا اثنين ومني. فاحنا كلنا زعلانين ان احنا الخمسه صحاب جدا مع بعض، وزعلانين ان واحد بس هو اللي هيفل، اللي هو اللي هيمشي مننا. ومحمد مبارك مش صاحبنا قوي، يعني مش داخل في نفس الجروب بتاعنا، ومش مش صاحبنا، ما بيقعدش معانا كتير، ما بيتكلمش معانا غير كل فين وفين. فيعني احنا مش عايزينه يطلع، بس ما كناش عايزين ان حد مننا احنا الخمسه يطلع. فانا قلت يعني يا ريت ما كانش حد مننا احنا الخمسه، يا ريت مثلا كحد من الجروب الثاني او من جروب برا. مو بتقرب صوبه للثاني. طب ما جاوب. مين طلع بسود الوجه؟ مين طلع مش منيح الشرير؟ في الاخر شفت؟ ليه هو؟ طب هو مش عارف انك انا معين. ما شو عرفنا نحن نتكلم عليه؟ ماما ما شو عم بتشوف الشمس عم بتقول؟ شو عرفك انه هي شمس؟ مظبوط ولا لا؟ لو اتصدمت اول ما قلت كده لقيت عملت انا مودي. شو عم بيقول؟ شو عم بيقول؟ عرفت؟ خلص لا توجه لحدا حكي ولا شيء. حياتي انا ما بقتش اتكلم اصلا. ما هل اللي قلته خلص ما في داعي تقول شيء بعدها. ضلك ساكت لنهار تطلع برا. شو؟ في ناس عم تحضرك، ما تنسى. ما تمثل، خليك على طبيعتك، بس بزيت الوقت ما توجه لحدا حكي. لو رد عليك بتصير
عرفت نينيتكم بال بصير مشكل يعني بيقوم فيه وقوم لك شو قصدك عم تقصدني انا اوكي بصير مشكلة مين قال لك انت ومين قال لي انا وهيك بصير انت اللي مبلل ما رد عليك عرفت نصرت انت كبيت له حكي وخلص وفلي ان هو طلع ليك شو منيح ما عم بيرد وترك وما ما رد وطلعت انت اللي مش منيح طلعت انا شكلي وحش ايه صح صح كيف قال دغر وضلوا رايح ما شفتيش انت مش انا بس اصلا مش انا اللي قلت كده ده كلنا قلنا بعرف انت شو بدك بكلنا انت كلهم اذا انتحروا بتروح تنتحر لا مش انا بقول كده مش عشان بعرف بعرف ما كنا بنعرف عندنا نفس الشعور بعرف كنا بنعرف بس ليه مش كلهم بيقولوا ذات الشيء ليه ليه مش كلهم بيحكوا هيك ما بيحكوا انا قلت قدام عرفت لا ما بتقول ما بتقول ما تقول لا عندك يلا حد راح صدمت البيت عملت انا نواش بصت كده لا بصت كده بس كده بتبصني انا كده بصت كده جيت لك ما قدرتش كانت حرقاني جوه كانت حرقاني ما ينفعش هتتاخد في حقك تاني انا طبعا هو مش عارف سمع هو اخد باله ما اخدش باله رد ما اخدتش بالي بقى اذا كان سمع او ما سمعش تضربيني عشان عيب يا مودي عيب عيب اوكي قلت اللي بقلبك وصريح بحترم بس مش هالقد اصل انا ما احبش لو قلت حاجه ما احبش اتكلم من ورا حد يا خي ما تحكي لا من ورا ولا من قدام خليها بقلبك فوت على الحمام واحكي مع وجهك على المرايه طيب اوكي انا بطلع شكلي وحش دايما في الليل شفت مع ان انا كويس وما احبش ما هي ما كرمال هيك نحن كلنا جينا لعندك لو حدا غيرك حكي يحكي عرفت بس انت وجورج اكثر ناس وعبد الله بيجي بعدكم بس اكثر ناس ما بنحبون يبينوا عبد الله ما بنسترجي نقرب عليه هو معصب انا ما بضل ماشي كنت معصب دلوقتي عرفت شو ما يحكي ما بنسترجي ما بنروح لعنده انت وجورج لا ما بتغلطوا ما مش انتوا لانه قال له غلطه هلا صرتوا بفتره كثير حساسه كلنا صرنا بفتره كثير حساسه صحيح. يعني وقتها بتغلط لك خوله حكيت عم يابا شفت شو صار عرفت شو هينا ما كان بده تضل وبلش خلص ما بدهم حدا يوجع لهم راسهم حرام مرضت حرام وحيت الله حرام انا مثلا هيك بسمع بروح دوب بتياب بقول لهم كيف ظهروني والله العظيم بصير ابكي 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 انا كثير عن جد ما بعرف كيف نيالكم الشباب كيف فيكم هيك انه تضبطوا اعصابكم انا بصير ابكي 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 بدي فلو بدي فلو بدي فلو لا احكي معي ليه ليك يعني انا ما حدا طايقني ما حدا بده يين مش بقول انه خلص ما بتفرق معي بكفي لا لازم الكل يكون بحبني تضل انا جايب عريس سنه هتتجوز عريس السنه عشان